موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها مراسم الدخول لموكب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونعني بذلك موكب دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إلى يثرب يعني يومئذ. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغادر قباء متجها إلى يثرب، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النجار أخواله، فجاءوا متقلد السيوف فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر رضي الله عنه، ثم قالوا اركبا آمنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا دونهم بالسلاح، أي بنو النجار صاروا حول النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بالسلاح. فقيل في المدينة جاء نبي الله، فأشرفوا ينظرون، أي الناس، ويقولون جاء نبي الله. فأقبل صلى الله عليه وسلم يمشي حتى نزل جانب دار أبي أيوب، وفي لفظ في رواية يعني فصعد الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محمد يا رسول الله، وهو داخل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم يشيرون إليه بهذه الكلمات ويقولون هذه الكلمات بفرحة عظيمة جدا، جاء نبي الله، يا رسول الله يا رسول الله، وهكذا. أما في الحقيقة ما اشتهر بين الناس من يعني قولهم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إلى آخر هذه يعني الأبيات، فهذا ليس بصحيح، لأن ابتداء يعني ثنيات الوداع هذه لا تكون في طريق القادم من مكة إلى المدينة، إذ هي في الشمال، وإنما تكون في طريق القادم من الشمال، ولذلك رجح بعض أهل العلم أن ذلك كان عند عودته من تبوك. ثم إن يثرب لم تكن يومئذ أطلق عليها اسم المدينة، يعني في الأبيات هذه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، إلى آخر يعني فيها جئت شرفت المدينة، فلم تكن المدينة يومئذ سميت بهذا الاسم، ولذلك إنما كان يقال جاء نبي الله، يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله. اللهم صل على من شرف يثرب وسماها المدينة بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.